حنا دائما عند الوعد ديالنا، وعدناكم يوم الثلاثاء مع غزلان مكوار اننا غادي نتكلموا على القرعه الحمراء فيما يخص جمال الشعر، من بعد ما تكلمنا عليها فيما يخص جمال الوجه. مرحبا بكم صباحية الدزام. غزلان مكوار صباح النور. صباح الورد سميرة، صباح الخير على جميع مشاهدات صباحية الدزام. كيف ما وعدنا السيدات اليوم غادي نطرقوا الفوائد ديال القرعة الحمراء اليقطين ولا لا سيتروي على الشعر خصوصا الجاف جدا. وماشي القرعة الحمراء هي اللي غادي نطيبوا مع الشيف الهادي، بل لي كيش بالكروفيت، طريقة سهلة ومبسطة جدا، ما عندكم حتى شي عذر باش ما تصوبوهمش في الظرف، تبعوا معنا. معنا كذلك سي نبيل العياشي اليوم، واللي هو غادي يتكلمنا على الدنجال. صباح الخير. صباح الخير سميرة، صباح الخير السادة المشاهدين. اليوم غادي نشوفوا الفوائد ديال الدنجال الطريقة اللي خصنا نتناولوه بها. وفي فقرة التاويل هدى جنان خصها اليوم نصائح ديالها للروائح والمعطرات البلدية كالعود والند. ليلى الشواي معنا اليوم، فنان عزيز علينا وفرحانين بزاف باستقباله سير كاكنا. اكيد سميرة، حاضر معنا في الورقة الفنية لهذا اليوم، ممثل ومخرج ومنتج في المسرح وكذلك في السينما وفي الدراما التلفزيونية عبد الكبير رقاقنا. الكل بعد الفقرة الصحية والدكتورة ضيفتنا الدكتورة نوال بنحود، مرحبا بكم معنا. دكتورة نوال بنوحد مرحبا بك صباحية الدزام. الله يبارك فيك سميرة. أنت أخصائية في أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى الحسني بالدار البيضاء، مرحبا بك للا وشكرا لتلبية دعوة صباحية الدزام. اليوم غادي نتكلموا على موضوع الساعة، الشتا تعطلات، الفيروسات كثروا بزاف، كلشي الناس مريضة وخلاص اللي فيهم الربو، والربو هو موضوعنا لحلقة اليوم. بغينا نذكر الناس ما هو الربو، شنو هو الربو بالتفسير العلمي للربو أو للضيقة أو للازم، شنو هما؟ اللازم أو مرض الربو مرض مزمن ديال الجهاز التنفسي اللي كيقاس المجاري الهوائية أو اللي يمكن تقول لهم الجعبات ديال الرية. هذا المرض هذا معروف عندنا بالضيقة أو ضيق التنفس. في هذا المرض الجعبات ديال الرية كيكونوا ملتهبين، كيضيقوا اللي كيعطينا واحد الصعوبة ديال المرور ديال الهواء، والمريض كيحس بضيق التنفس أو بتصفر في الصدر ديالو. واش اللي تيحس بهذه الأعراض هذه راه فيه الربو؟ الوغ اللي كيحس بهذه الاعراض هذه، وغادي نزيدوا نبينوا اعراض اخرى ديال مرض الربو، الاعراض كثيره بزاف، فيها صعوبه التنفس، ضيق التنفس، الكحبه، المريض كيقول لنا راه كينهج، المريض كيقول لنا كيصفر في الصدر ديالو، بعض الخطرات يمكن لها تكون معاها ولا ما يكونش التهاب في الانف في العيون، كتكون حساسيه في الجلد. هذه الاعراض هذه كتكرر اما في اليوم بالنهار او بالليل، كيمكن لها تكرر في الاسبوع او في الشهر، يعني كيكون واحد ديزونتيسيدون اللي كيكون المريض كيعاود لنا عليهم، هادشي كله كيكون كيقول لنا المريض. اذا هذه هما الاعراض ديال الربو، بغينا نعرفوا شنو هي الاسباب ديالو. واش كيف ما قلت في الاول الربو عنده علاقه مع الجو؟ الربو من الاسباب ديال الربو عندنا عوامل كثيره، عندنا عوامل وراثيه اولا، ممكن يكون واحد من الوالدين عنده مرض الربو، ممكن يكون احتمال بان الوليدات من يخلقوا يتقاسوا بمرض الربو. كاين عامل البيئه، الوغ هنا فين غنجاوبك على سميتو السؤال ديالك، كاين عامل التلوث، عامل التدخين، وكاين ثالث عامل هما المسببات ديال الحساسيه. كيكون الانسان عنده حساسيه بالخصوص اللي كنذكروهم بزاف سي لي زكاريان الغبره، كاين حساسيه للبوال ديال القطط والكلاب، كاين حساسيه للبولين، الربيع، النباتات، الاشجار، الغموليه اكسيتيرا. دكتوره ولينا تنشوفوا يعني هذه الايام وهذه الاعوام الفارطه بان الربو لا تيقيس صغار بزاف، واش راجع لعامل البيئه كذلك؟ راجع لعامل البيئه، راجع كذلك للتدخين عند الأباء. عند الاباء وعند الامهات خصوصا. الوغ اللي كنصح انا ان الامهات الحامل ما يدخنوش وما يكونوش افراد الاسره كيدخنوا قدامهم باش ما يكونش احتمال بان الوليدات يتقاسوا بمرض الربو. واضح. بغيت نتكلموا على وسائل العلاج، وقبل من وسائل العلاج باش يوعوا الناس بالاهميه او بالخطوره ديال الربو، بغينا نعرفوا فين تتجلى هذه الخطوره جوستمون. واش الربو يقدر يتطور لحالات خطيره وحالات مرضيه
عويصه. الوغ بالفعل هاد الاعراض اللي ذكرت انا قبل يمكن لهم عند بعض المرضى كيكونوا حادين وكنوليو في نوبات ديال مرض الربو، وهذوك النوبات عندهم الدواء ديالهم العلاج ديالهم، ويلا ما الواحد ما كفاهش الدواء في الدار ديالو خاصو يمشي ويلجا للمستعجلات ولا سميتو باش المريض باش الطبيب كيغيث المريض بطريقه طبية. سمعنا لحالات كثيره ديال الوفيات بسبب النوبه ديال الربو. تتوقع وفيات بسبب النوبه بالفعل ديال... بالفعل كيكون بالفعل كيكونوا وفيات في حالات ما كتكون نوبات حاده لمرض الربو واللي ما كيكونوش بريزان شارج، يعني ما كيكونش العلاج ديالهم دار بطريقه مزيانه، ولا كيكون المريض تعطل في الدار قبل ما يلجا. شنو تيوقع ليه يعني فعليا؟ شنو تيوقع ليه باش يموت؟ الوغ اللي كيوقع ليه ان هذا المريض هذا كيتزير والجعاد ديال الريه كيتسدو كيتضيقو ملي كيتضيقو كيعمرو كاريمون بواحد لا ماتيغ اللي كنقولوا لها حنا لو ميكوس. الانسان ما كيقدش يطلع النفس ديالو، وفوقت ما يمشي للمستعجلات كيبقى يضيع الوقت في الدار ديالو. المستعجلات اش يديروا؟ تيديروا ليه الاكسجين؟ المستعجلات كيديروا الاكسجين، كنديروا دي نيبوليزاسيون باغ ماسك اللي كنديروا فيهم اللي كي الدواء اللي كيوسع الجعاب الريه ديريكتومون باغ ماسك دو نيبوليزاسيون. عاد كنديروا دي كورتيكويد باغ فوا انجيكتابل، يعني من بالحقن، وعاد كنكملوا الدواء ديالو لو تريتمون دو. دكتور احنا الغرض من هاد الفقره ديال صباحيه الدوزم هي ما نوصلوش جوستمون لهذا الشيء، فشنو هي سبل الوقايه من نوبات الربو؟ ولكن يعني احسن كاع ما نوصلوش لمرض الربو. الوغ قبل ما نهضروا على الوقايه خاصنا نهضروا بعدا اصلا على العلاج. الوغ بالنسبه للعلاج عندنا جوج فئات ديال الادويه. عندنا الادويه للتحكم في الاعراض على المدى الطويل، وعندنا الادويه للتحكم في النوبات. بالنسبه للادويه للتحكم في الاعراض على المدى الطويل عندنا لي رشاشات او دي سبري، او دي سبري ا باز دو كورتيكوستيرويد. ولكن هاد لي كورتيكوستيرويد ما عندهمش اعراض جانبيه بحال لي كورتيكوستيرويد اللي كنتناولوا من الفم ديالنا. وكاينين رشاشات اللي فيهم دواء اللي كيوسع الجعاب الريه على المدى الطويل 12 ساعه او 24 ساعه. دكتوره لا اللي كيرعدوا هنا نوصل لهم هما اللي كنعطيو في النوبات والمريض كيكثر منهم. الوغ نرجعوا للدواء ديالنا، كاين عود اللي رشاشات اللي فيهم لاسوسياسيون ديال لي دو ديال الدويات بجوج، لي كورتيكوستيرويد واللي كيوسعوا جعاب الريه. كاينين الدواء ديال النوبات، الدواء ديال النوبات هما الرشاشات اللي كيوسعوا جعاب الريه بسرعه، كيعطي واحد لي في غابيد. الوغ هاد الدويات هادو ملي كيتستعملوا وما كينفسوش المريض تما في خاصنا نلجؤوا للمستعجلات. بالنسبه للطريقه الصغار كيفاش نقدروا نديروا لهم هاد الرشاشات؟ الوغ طريقه الاستعمال ديال الرشاشات بالنسبه للمريض ديجا الكبير، الوغ الرشاشه خاص يحركها كيحل ليها لومبو ديالها ولا السداده ديالها، كيخوي النفس، كيهدر الرشاشه في الفم ديالو، كيسد الرشاشه كيسد الفم ديالو مزيان على الرشاشه مع كيخوي النفس. ملي كيطلع ملي كي الربوز في الفم ديالو كيطلع النفس وكيخوي من الانف ديالو، كيديرها جوج ثلاثه د المرات باش كيتنفس. واضح. بالنسبه للاطفال الصغار؟ الوغ بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يستعملوا الرشاشات او بالنسبه للاطفال الصغار كننصحوهم بلي شامبر دينالاسيون او اللي كيتسمى جهاز الاستنشاق الدواء او القرعه تو سامبلومون. الوغ هذه القرعه هذه كيستعمل فيها المريض الدواء ديالو من هنا، الوغ كيرش رشه او جوج. بوغ لي زانفون كيستعملوا الاطفال كيديروا ان ماسك على الانف ديالهم والفم ديالهم وكيطلعوا النفس ويهبطوها 10 د المرات. وبالنسبه للمرضى اللي كبار كاين ان امبو بوكال اللي كيديروا فيه الفم ديالهم وكيطلعوا النفس ويهبطوها 10 د المرات باش كيستنشقوا الدواء كامل في الجعب الريه ديالهم. شنو هما الادويه الاخرى اللي جبتي معك دكتور؟ الوغ الادويه الاخرى اللي جبت هادو بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يستعملوا الرشاشه هكا، كنعطيوهم ادويه اخرين اما اباز دو غبره سهلة الاستعمال على الرشاشة، ولا كنصحوهم بالقرعة. قرعة هي يعني مزيانة للدراري الصغار والكبار. مزيانة للدراري الصغار والناس الكبار اللي ما كيعرفوش الاستعمال ديال الرشاشات. يعني هذا تيبقى هذا هما الدواء اللي موجود حاليا في الأسواق لمرض الربو. نرجعوا للوقايه الى سمحتي. بالفعل الوغ بالنسبه للوقايه ديال مرض الربو كيف ما قلنا خاص تجنب التدخين عند المراه الحامل وعند الناس بصفه عامه، وخاصنا نتجنبوا المسببات ديال الحساسيه. كيف هضرنا قبيله على لي زكاريان او الغبره، الوغ الناس اللي عندهم الحساسيه لهاد لي زكاريان خاصهم البيت فين كيباتوا ما يكونش فيه الزرابي، لا ليتري او الغطاء تشمش تقريبا كل نهار يوميا.
فوقت ما يتغطاو كاين الناس اللي كيتغطاو بالبطانيات ديريكتومون الوغ ما خاصش الواحد يتغطى مباشره بالبطانيات باش داك البطانيه ما كتجيش ديريكتومون مباشره على الانف وعلى الفم. خاص اما يديروا ازار اللي غادي يتنيو على الحاشيه ديال البطانيه الفوقانيه او يستعملوا ديكوات. الوغ اوتر شوز المطربه اللي كيبات عليها الواحد خاصها تبدل ماكسيموم او بو دون ديزان داني على واحد 10 سنين باش حتى هي كتكون هزه الخمله وكت واش يقدروا هذا اخر سؤال ديالك ليك يا دكتوره واش ممكن ان نوبات البرد او نزلات البرد تكون من المسببات ديال الربو الا ما تداووش مزيان؟ الوغ عند الناس اللي عندهم مرض الربو ملي كيجيهم رواح او برد كيجعل داك التعفن او هاد الرواح هذا كيجعلو يزيد من حده مرض الربو وكتزيدو يعمروا لنا هذوك الجعاب الدريه بداك لو ميكوس والمريض كيدير ضيق في ولكن واش كاينه علاقه سببيه يعني يقدر اللي تيجي نوبه البرد فحال هكا يقدر يتطور الى ربو الا ما داواش مزيان نوبه البرد ديالو كيقدر يتطور ويولي ربو. دكتوره نوال بنوح شكرا لك بزاف على تلبيه الدعوه الصباحيه دوزام وذاكر انكم اخصائيه دكتوره اخصائيه في امراض الجهاز التنفسي بمستشفى الحسني بالدار البيضاء. شكرا لك مره اخرى. ميرسي بوكو سميره. نمروا اللحظه الى سمحتوا مشاهدينا لفقره التاويل مع هدى جنانه. يا من يجعلكم تشموا الروائح اللي تلقنا لنا هدى اليوم في التاويل اليوم صباحيه دوزام ريحه العود القمري وريحه سرغينه ما شاء الله السرغينه اللي صوبتي لنا هنا في صباحيه دوزام هي هذيك. فكما كتشوفوا اليوم التاويل هو عنده علاقه بالبخور البخور اللي ولا العطور ديال البخور اللي كنكونوا كنستعملوها والمناسبات كل وحده فاش كتستعمل. يا سلام يا وكذلك سلام. المخره كيفاش عامله هذا هو عقلتي اللي كنا البريد اللي كنا خدمنا به في راس العام فيمكننا نخدموه كما قلت فوتوفور او لا نديرو مبخره. فاليوم غادي نشوفوا كما قلنا نقدموا لكم اولا الجديد في المبخرات لان كنعرفوا بان هذا العالم ديال المبخرات كنا من قبل كانت المبخره البلديه اللي كبيره اللي من بعد تحولات المبخره ديال الكريستال كما كتشوفوا هذه المبخرات ديال الكريستال اللي كما كتشوفوا كان على هذا الشكل هذا اولا ما كبر اولا المبخره اللي كتكون مبخره معها المريشات ديالها اللي تحولات المبخرات اللي هما صغيرين وكما كتشوفوا حتى الشكل ديالهم تبدل. فهنا غتقولي علاش المبخره صغيره لهذه الدرجه هذه لان الطريف ديال العود اللي كنديروه كيكون كافي وكذلك ما كتقبضناش البلاصه بزاف. وغنهضروا على الفخر اللي كنا كنستعملوا وشنو هو الفخر اللي ولا دابا وشنو اللي هو احسن. فاذا كان كما قلت لكم هذو المبخرات اللي ولاو كيمشيو بحال هكا ديلو ديال المبخره مع المريشات ديالها كما كنشوفوا كذلك البلاطو اللي كيمشي مع المبخره المصحاف البواطه اللي كيكون فيها العود وكما شفتوا هنا المبخره هما المبخرات الشرقيين فهاد الشرقيين ما تيكونش عندنا ديالنا هما بحال هادو اي حنا دي دائما خص تكون عنده القبه وكتكون مغطيه والغطاتي ديالهم تيكون فيهم ثقيبات باش كيخليو الريحه تخرج اللي هي مزيانه بينما ديال الشرق ما كيكونوش نهائيا مغطيين ومن هنا جات الفكره ديالهم لان هادو لي بلاطو ماشي ديالنا بلاطو شرقيين كنلقاوهم في تركيا كنلقاوهم في الشرق اللي كيستعملوهم البلدي المغربي. ها انت دابا هضرتي المغربي هو جميل جميل بزاف وداك الشيء علاش انا قدمت لكم شويه ديال القديم شويه ديال الجديد. فكنعرفوا بان احسن ما كاين في البخور هو العود والعود بالثمن ديالو وكنا هضرنا عليه وكنا وريناكم كيفاش يمكن لكم تعرفوا العود المزيان من العود اللي هو ماشي مزيان وقلنا بان الثمن ديالو كيوصل شي مرات حتى 800 درهم للغرام يعني راه غالي بزاف بينما كاينين بعض المرات كتلقى بحال دابا العود اللي هو كيكون مسقي فهاد العود المسقي اشنا هو كتشوف بعد الريحه ديالو زوينه الثمن ديالو رخيص بزاف على العود القماري وهنايا كتكون هو داك الفتايت لان ملي كيصايبوا العود كنعرفوا بان العود كياخذوا الطرف الكبار هما اللي كيكون الثمن ديالهم غالي كيبقاو لهم هاد الفتايت هادو هما اللي كيتسقاو باش بالروح ديال العود وكيخليهم كيبس فيهم وبالتالي كيبقاو هاد بحال هكذا كيتباعوا على هاد الشكل هذا الريحه ديالهم جميله بزاف ولكن ماشي بحال ريحه ديال العود ما تيوصلش شي كذلك عندنا العود اللي كيكون اولا البخور اللي كيكون على الطريقه ديال العود هذه الغبره ديال العود اللي كتبقى حتى هي كتجمع يا اما بالزهر يا اما بالروح ديال الزهر يا اما بالروح ديال العود وكيمشيو على هذا الشكل هذا بحال ضويمات صغيورين اللي كيبخروا بهم حتى حاجه ما تديش في العود فاش يتهرس الفرات تيستعملوا والغبره حتى تستعمل كتستعمل العود كيتستعمل فتيت ديال العود كما كيستعملوا هذه الغبره ديال العود كنعرفوا كذلك كاين
العود اللي كيكون او لا الفتيت ديال العود اللي كيكونوا هذا البخور ديال الشرق كذلك اللي كيكون مخلط فيه شويه ديال السقه ديال العود فيه كذلك شويه ديال زوينه ريحته كيكون فيه شويه ديال الشبه وكيكون حتى هو كيجي مزيان وهادو كاملين اشياء اللي كنا كنستعملوهم كذلك باش كنحيدوا الريحه الكريهه اللي كتكون في الدار لان كنعرفوا لان قديم كانوا الدور كيكونوا مشدودين بزاف لهذا كان ديما الدار كتبخر فكذلك شنو هي الاشياء اللي كانوا كيستعملوا الامهات ديالنا في البخور هذا البخور اللي كنعرفوا عادي للريحه المزيانه ولكن كاينين البخور ديال بوغ ديزانفيكتي باش نحيدوا الميكروبات من الدار من كانت الطفل او الطفله كيجيها البوحمرون كانوا الامهات كيبخروا الدار كيبخروها بالقرنفل كيديروا القرنفل مع شويه ديال الشيح دونك القرنفل مع الشيح كيعطي الريحه اللي مزيانه كنعرفوا بان القرنفل سي ان ديزانفيكتو معقم كذلك الشيح وبالتالي الريحه كانوا كيبخروا كل نهار غير هما اي الشيح بوحديتو حتى هو تينفع تحيد الجراثيم اللي كاينين في الهواء وبالتالي تيحد من العدوى هذاك الشيء اللي كاين اذا كانوا بحال دابا الطفل اللي كيحطوه 40 يوم في الموضع ديالو بوحديتو كل نهار كانوا كيخرجوه من البيت كيحلوا الشراجم كيبخروا البيت باش كيحيدوا داك الميكروبات اللي كاين وعاوتاني الطفل كيكون في سميتو كنعرفوا كذلك الناس اللي كيكون فيهم الرواح فالبخور ديال الرواح هو شنو فليو الناس اللي كيبخروا لوكاليبتوس او الفليو حتى هو كيعطي واحد الرشاقه للناس وكيهدنهم وكيرخيهم وكيحيد حتى ديك الجراثيم اللي كيكونوا كتنفسوها نستعملوا فليو يابس ولا طري لا الفليو اليابس كيعطي مزيان لان الفليو ملي كيكون طري كيكون شابع ما ملي كيكون شابع ما كيعطي واحد الريحه بحال الدخان كيدير الدخان كيعطي نده ما كيجيش مزيان باغ كونتخ لوكاليبتوس نقدروا نقطعوه من الشجر ونستعملوه اكيد لوكاليبتوس يتقطع ويتستعمل هو اصلا ناشف شنو كاين كذلك اللي كنا كنعقموا بها الدار هي الخزامه حتى هي كانوا كيديروا الخزامه كيديروها شويه ديال الخزامه في المجمر والا كنتوا كتعقلوا حنايا في الصغر كان ديما واحد المجمر صغير ما كاين لا مخره لا والو داك المجمرات الصغيورين وشويه ديال الفاخر ملي كتقلي الحوت او لا كتكون الريحه ديال الدار فيها شي ريحه البصله كتسجي اما شويه ديال صرغينه اولا الناس اللي كيكونوا كيديروا شويه ديال الشيح شويه ديال وكتكون الريحه جميله كتكون فات شويه ولا شويه شي مره ملي كيتسال شويه دير ريحه ديال صرغينه باش كتعطي الريحه اللي هي جميله الوغ شنو اخر يمكننا ان نقولوا في هذا المجال هذا هو شنو هو الفرق ما بين البخور الا درناه على الفخر والبخور الكتريك ها الريحه نهائيا ماشي بحال شكون احسن البخور ديال الفخر هنايا الفخر فين جا واحد الجديد كاين الفخر اللي هذا هو داك حل كيعطي الريحه كتجيك شويه ديال ملي كيبدا البخور كيمشي شويه ديال الحروقه هذا الفخر اللي ولا هذا الفخر الدوغي هو ديال العود يعني ولو انك كديريه نهائيا ما كتجيكش الريحه ديال الفخر ملي كيتسالى يعني الواحد من يمشي يقتني حتى هذا الفخر هذا يقول له خلي العود ماشي الشيشه نهائيا حتى بحال دابا الثمن بحال ما كاينش واحد الفرق بيناتهم ناخذوا الفخر ديال الدوغي دونك هنايا شميتي سميره غندير لك واحد الطريقه ديال العود على الفخر ونخليك تشميه وغادي ندير لك على سميتو على شنو قلنا على الحاجه اللي هي شتي الريحه ديالو كيفاش كتجي مزيانه هنايا ولاو دي بغيكي هما صراحه مزيانين بحال هذا السقطو في الطوموبيل كتكون شي مرات الريحه خايبه انا لا لوم سيغار مثلا ورا بحالو داك الشيء راه هذا فيه الغاز كيكون كيتعمر بالغاز شي مرات كاين بزاف حيت انا هاد المعطرات هادو ما كنقدرش عليهم بزاف كيجوني مجهدين كثارين باين ما عندكش معهم حيت ما هضرتيش عليهم هو الند الند ما عندكش بعدا غير نفسرو شنو هو الند الند حتى هو راه بحال هادو الغبره ديال العود اللي كيجمعوها مع شويه ديال نخلط معاهم شويه ديال البخور ديال الشرق لانهم عندهم بزاف البخور ديالهم الشرق حتى انا ما كنقدرش عليه بينما ولا الند اللي هو ريحته جميله بزاف هو الند ديال الخزامه اولا الند ديال الياسمين ممكن لك تشعليه وتشمي ريحته الريحه ديالو ممتاز وهذا كيصلح الاماكن اللي كتكون حتى حنا عندنا في الدار بحال ملي كنبغيو نحطوهم في الحمام اولا كيعطي الريحه ديالو جميله كذلك في المطبخ باش كيحيد لنا روائح اللي هي كارثه فعلا الريحه زوينه ديالو شنو قلنا غادي نديرو ريحه روميه ريحه روميه دونك غادي نديرو هنايا شويه ديال العود وغادي نديروه على هذا البخره ديالت الضو وغادي تقولي لي تشوفي الفرق اسميره بين البخرات اللي كيكونوا يجازيك بخير هدى بعدا عطرتي لنا بلاطو صباحيه دوزام دونك هادو كيكونوا عامرين بالغاز غادي تشمي الريحه
غادي يبدا يخرج. لا علاقه لا علاقه. شتي الريحه ديالو كتجي بحال واحد الريحه هذا نفس العود شتي كيجي بحال محروق. بالتالي كنقولوا السيدات هاد المبخرات ديال الضوء راه كيخسروا الريحه ديال العود والريحه ديال هاد البخور اللي كتكون هي جميله. بالتالي نمشيو دائما لهاد لو شارمون او لا نرجعوا للتقليدي. التقليدي كيكون رائع جدا لا في التاويل ديالنا لا في السماق ديالنا لا في التغذيه ديالنا كذلك. غادي نشوف هادشي مع سينابيليه شي المبخرات موديرن. شتي دابا هادو بحال دي فوتوفور اللي حتى هما كتجي وفيهم درت انايا كتحطي بحال طبيصل وفيها الزبيونه وكتحطي فوق منها المهم مستعملين الفخر الداخل اكيد لان الفخر هو اللي كيعطينا ريحه جميله لهذا البخور. ما كيخسرلوش ريحه. غير باش نعاودوا ناكدوا ملي ديروا البخور سخطوا العود الا حطيته فوق الفخره وبدا كيتكتك بحال خرج له الزيت عرفوا بان هذاك راه هو العود الحقيقي. شكرا لكم العود القمري والمعطرات البلديه التقليديه. غادي نمشيو نتكلموا في فقره التغذيه على الباذنجان. عرفاش لحد الان يمكن هناك تفسير غذائي غادي يوري لنا السينابي العياشي ولكن علاش نقولوا غير بالمهل تيتكال باذنجان؟ علاش السينابي العياشي؟ حيت خاصو يطيب شويه ولا شنو؟ الوغ هذا الريحه الزوينه ديالو في الحقيقه سادو نوفي ياك. الوغ الدنجال هو كاين واحد المساله فيما يخص الاغذيه هي طريقه تعاملنا معهم. للاسف ربما الدنجال هو من بين الاغذيه اللي تعاملنا معه هو بطريقه سيئه. لان كاين زعلوك هذه ماشي مشكل ولكن للاسف كاين القلي ديالو ومنين تنقليوه وخصوصا الدنجال لان ولكن الطاجين ديالو رائع بطبيعه الحال لا البرانيه ياك شوف لا هدى اللي تيجي من يديك تيكون رائع فقلت ان لان ملي غادي نشوفوا ان المكونات ديالو ان الدور اللي تيلعب الدنجال القوا بانه هو ضد القلي ولكن حنا تنقليوه لان الدنجال فيه واحد الماده اللي سميتها لا سابونين. الوغ هذه الماده ودا يختم اللي تمن تنردوا البال الدنجال تيجينا بحال اسفنجه اكزاكتومون. الوغ الدنجال هو غذاء ولا خضره اللي تتلعب واحد الدور مهم انها تتمص الدهون داخل الجسم ديالنا وبالتالي فهو به الاغذيه اللي تتقينا من لا سيلوليت اولا تتهبطنا نسبه الكوليسترول وعنده علاقه مع العمل ديال المراره وديال الكبد بالاضافه بطبيعه الحال مكونات غذائيه اخرى. فمن تنجيو حنا وتنقليوها في الزيت يعني ماشي تنضربوا داك الشيء في الزيرو ولكن تنضربوه في ناقص واحد تيولي العكس شي مازال لو كنضربوه في الزيرو ما يبقى والو ماشي مشكل. كاين هذيك الاسفنجه اللي كانت غتكون لصالح ديالنا تتولي ضدنا هنا ملي تنهضروا على ضد لان ملي تنهضروا على الدنجال مقلي في الزيت لان هاد لو فيت باش اننا تنخلصوا الجسم من هاد الشحوم هذه ولا من هاد الدهنيات اللي هي مضره وتنقصوا من الكوليسترول هذا تيعطينا مجموعه الفوائد اخرى سواء بالنسبه للجلد او لا بالنسبه للشعر او لا بالنسبه للجسم ديالنا ككل. ولكن ملي تندخلوه هو مقلي في الزيت فهنا تتولي نتيجه عكسيه وفعاد ما يكون يولد دنجال لانه هو مضاد للسرطان فعاد ما يولي هو مضاد للسرطان تيولي مسبب للسرطان. وهنا داكشي علاش وهنا فقط بين قوسين باش ما تمشيليش الفكره هو ان الدنجال هو عمره ما خصو يتكال خضر. حنا ما تناكلوش خضر اصلا ولكن حتى الناس اللي بغاو يجربوا ما خصهمش يديروها لان فيه ماده ديال ليزالكالويد وهذوك ليزالكالويد ملي تيكون خضر تيولي مسموم بالنسبه للجسم ديالنا ويقدر يخلق مشكل على مستوى المعده ويقدر حتى الناس اللي مشاو تاخذوا خضر غيحسوا بحريق في الراس ديالهم وغادي يضرهم. تيجي مر ما زوينش ما يمكنش يتكال خضر. نعم فقلت بان كيفاش يتكال اذا؟ زعلوك اولا الطاجين ديال لاهوده فزعلوك راه مقلي ديالي لا ماشي درتي الطاجين القلي ما معناش لا ما انت ما ديروا به لا لا المعدنوس الحامض هكاك مزعلك لا ماشي مشكل مره في العام ما عندناش مشكل ولكن اكونديسيون نكونوا كليناه بطريقه اخرى لان المشكل حتى الاستهلاك ديال الدنجال ربما ما كاينش واحد الاستهلاك اللي هو وانا المغرب القوي استهلاك جميل جدا هو ديال زعلوك يا اما مسلوق يا اما مبخر يا اما مشوي مزيان كيف هاد الطرق كلهم اللي درتي عليهم مزيان غير هو دائما جميل. انا تنهضر على خصوصا هاد الخضر بحال هكا بحال زعلوك لان زعلوك عنده واحد الخاصيه ديالو ان اللون ديالو حنا كنا تحدثنا بان ملي تكون هناك فرق في اللون راه كاين فرق في القيمه الغذائيه فاللون ديالو تيجي ما بين اسود بنفسجي بلو مغلوق على حسب والداخل ديالو ابيض يعني فعنده واحد جوج ديال الالوان اللي هي متناقضه الا دخلنا في المجال ديالك سميره اللي هو المجال الفني والرسم فجوج ديال الالوان اللي هو متناقضه وبالتالي فهو تيجيبنا مكونات غذائيه اللي صعيب باش اننا نلقاوها في غذاء واحد لان قليل فين تلقى غذاء
اللي تيتكال للداخل ديالو برا ديالو ولولين مختلفين. فهذه مساله تتنطبق على الدنجال، وهذه قاعده خاص الناس يفهموها. فيما كاين هناك تغيير في اللون يعني ان هناك تغيير في القيمه الغذائيه ديال الغذاء. فالتناول ديال الدنجال مزيان يتغسل مزيان، نتناولوه بقشوره ماشي ضروري نحيدوهم. غير انا تنأكد على المساله ديال القلي، لان كما قالت هدى مره في العام بوتيتغ ماشي مشكل، ولكن راه الا تناولناه مقلي في الزيت خصنا نكونوا مأكدين باننا ضربنا النتيجه كيف ما قلت في ناقص واحد، وخصنا نتحملوا المسؤوليه من بعد. لان نعطيك هي نقطه بسيطه، ربما كاين اللي ما غيرتش البال، ولكن حنا تنقولوا بان الدنجال تيشرب الزيت. اييه راه هذاك الدنجال لو فيت ان الناس مثلا غياخذوا واخا غير مره في الاسبوع يقدر يكون هو سبب في الاصابه بمشاكل اخرى، سواء ارتفاع الكوليسترول، سواء في بالنسبه للسمنه، سواء سواء سواء. علاش في تيشرب الزيت؟ لان فيه الماء بزاف، فيه الماء بزاف لداخل اللي ما يمكنناش نحيدوه، واي حاجه فيها الماء ملي تتقلى كتشرب بزاف. ما عرفتش واش البنات بحالي شفتوا واحد لا فيديو كانت تدور في الانترنت مؤخرا على كيفيه قلي الباذنجال بطريقه سليمه وصحيه، بينوا بان ناخذوا هذوك لي ترانش نديروهم فوق المقله، منهم المقله بحال. هنا ما تهضروش على القلي، هنا ما تهضروش على القلي. لا واش مش داروا شواهم خلاهم حتى شواهم بداو تيتحمروا وخذوا ان بانسو شويه ديال الزيت. ماشي مشكل ياك مثال هنا تدخل مقرمشين، هنا تدخل في الخانه ديال الصوتي. اها صوتي على لي فخيتور تنهضروا على القلي، هي تخشيب ان دويل خاصو يكون الزيت بزاف ودرجه الحراره مرتفعه. هنا فين تنهضروا على القلي بطبيعه الحال هذه الطريقه هذه، ولا غندخلوا من الفران وغادي نرشهم بشويه ديال الزيت ولا ما عندناش مشكل، سواء بالنسبه للحوت او للدنجال او لاغذيه اخرى. هذه طريقه اللي تتبقى صحيه، طريقه ربما تتبقى بيناتهم بجوج، ولكن افضل بكثير من الطريقه ديال القلي في الزيت. فالدنجال بطبيعه الحال بالاضافه لهذه الماده ديال السابونين اللي فيه مضادات الاكسده اللي تحدثنا عليه واللي قلنا بانها مضاده للسرطان، فتنرجع دائما وتنأكد ان الناس المصابين بالقصور الكلوي، وهذه نقطه تنأكد عليها بزاف لان ليبيركاليمي تتكون صعيبه شويه. فالناس المصابين بالقصور الكلوي احنا قلنا بان الدنجال ممكن يتكال بقشوره، فبالنسبه لهم ما خصهمش يتناولوه بقشوره، خصهم يقطعوا القشور، خصهم يقطعوا طريفات صغار ويديروه في كميه الماء كبيره بزاف ويبدلوا ديك الماء جوج المرات باش يخرج هذيك الماده ديال البوتاسيوم، لان فيه البوتاسيوم بشكل كبير، باش ما يكونش عندهم مشكل ديال ارتفاع مدى التوتر. هو مضاد للاكسده حيت تيتكسد بطبيعه الحال، غني بمضادات الاكسده هو الدنجال، ولكن ماشي مقلي طبعا، لان اون فوا غادي تقلي غادي يمشي لك كل شيء. واضح. والجواب لعندكم مشاهدينا ديال شنو هو تفسير الى الدنجال تيتكال غير بالمهل، راسلونا على صباحيه دوزان باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا اللي باقي محيرنا. اذا نمشيو نكملوا حلقه اليوم من صباحيه دوزان، هذه المره مع وصفه الشيف الهادي ديال اللي كيش بالقمر. قبل من ذلك غيزان قالت لي عندها شي وصفه خطيره ديال الدنجال. وصفه خطيره ديال الدنجال هو سهل، هي وصفه شرقيه. دنجال انا 4-5 دنجال كتخشيو من الفوغ حتى كيتحمروا شويه، كناخذ غير داك الهبره ديالهم داخل مع شويه الحامض والثومه والزيت البلديه وشويه ديال الطحينه اللي هي العجينه ديال السمسم ديال الزنجلان. هو الزنجلان انا كتجيني احسن طريقه، واخا تنبان لهم غليظه ممكن كناكل كنحاول. هذا هو بابا غنوش. بابا غنوش طريقه صحيه لتناول الباذنجال بطريقه. شكرا لك غيزه المكوار. طريقه اخرى سريعه وبسيطه جدا لتحضير الكيش مع عند الشيف الهادي، نشوفوها جميع. صباح النور. صباح الخير سميره، صباح الخير المشاهدين الكرام. اليوم غادي نديروا الكيش بالكرافات، اللي عندنا واحد الطلبات عديده ان الناس ما كتصدق لهمش الكيش. اليوم انا غادي نبسط لكم هذا الكيش هذا، ونفس الوقت غادي نعطيكم لي سوكر اللي يمكن لكم ديروهم باش تصدق لكم الكيش وتجيها سهله. شنو هي اول حاجه؟ غادي نعطيهم المقادير. نحتاجوا لواحد 50 غرام ديال الكرافات، واحد جوج معلقات كبار ديال الحليب، واحد جوج بيضات، واحد 150 غرام ديال الجبنه، واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، واحد المعلقه ديال الدقيق، وواحد جوج معالق ديال البصله. هنا علاش عطيت هذه المقادير هذه؟ نورمالمون شنو هي الكيش؟ الكيش فيها بزاف ديال الاشكال. فيها لاباغي، فيها لاباغي اللي سي نورمالمون تنديروها بالقشطه الطريه، وهنا درتها بالجبنه غادي تجي يمكن الد واحسن. احسن. وفيه هذاك الشيء اللي غادي نزيدوا على لاباغي، اما لي زيبينا ولا الكروفات ولا اللي بغيت. أيه. انا علاش درت هاد سميتو، علاش درت هاد لاباغي هذه؟ خلفتها لان نورمالمون خصنا، هي المهم واحد 500 غرام او 125 غرام او 200 غرام على حسب الكميه اللي بغيتو. حنا اختارينا 150 غرام ديال العجين المورق اللي ورينا لكم ديجا كيفاش ديروها، يعني دائما خذوا جوج واحد نص يعني باش تجي لكم زوينه. هنايا لو سوكري هي هاد لو فون، لو فون دو لاباغ، باش كنصايبوها نورمالمون خصنا نصايبوها نحطوها، نورمالمون كنحطوها في الفران. اي واحد كيحطها كتجيه بارفو نازله، بارفو كتجيه ميها. هنايا خصنا، هنا كاين لو سوكري ديال لو بلا اللي غادي نحطو فيه.
هذاك لو بلا اللي غادي نحطوا فيه هو السر ديال هادو باش تخرج معوطه مقاده لان بارفوا تنديروهم في دي مثلا بعض الطاوات هذيك الطاوه كتكون فيها لا بينيتراسيون الدخول ديال العافيه كيدخل ديريكتومون وكيبقى يشد لينا غير هاد لابارتي وكيميها كتكون عندنا العجينه سي فري كو لاباري الماء ديال لاباري تيفزق لينا هذا وتتهرق كتهرق وهنا ملي حتى ملي تطيب تطيب لينا هنايا هنا تتبقى لينا يعني فازقه دونك هذا خصنا دائما خص وكاين الناس اللي كيغطيوها بالالومنيوم انا تنصحهم ما تغطيوهاش وهنا علاش درت هاد ديال الجبنه 150 غرام اللي غادي تقط لينا لواحد 12 ديال لي فون بحال هذا الشكل هذا الجبنه ديال لاطارتيني لاطارتيني ساهله وزوينه هنا درت انا 150 غرام لان هنا كيتعاملوا بالكاس ديال العنبه الكاس ديال العنبه فيه 125 غرام دونك دائما كاس ديال العنبه كيمشي البيضه وحدها البيضه وحده لان كتختلف بين 50 حتى 60 غرام ديال الوزن ديالها دونك حنا ما عندناش الوزن اكزاكت ديال البيضه سو دائما كاس ديال العنبه يمشي معها واحد البيضه واول حاجه اللي غادي ديروا دائما في لي كيش ديالكم دائما الحليب والبيض يضرب هو الاولي جانس مزيان عاد نديروا لي بارفوم اللي تنديروا العماره كيبقى يسيل لينا كيتميه دونك اول حاجه خصنا نديروا الحليب مع البيض جوج معلقات كبار ديال الحليب وجوج بيضات اللي كيوزنوا تقريبا 160 غرام لان دائما لاباتريسري كما كتشوفوا كتمشي بالعبار حنا تنعطيوكم البيضات تمشي بين 50 حتى 60 غرام دونك تنضربوا هذا واحد شويه غير بما تيتجانس لان الا ما تجانسناش ما تخلطناش البيض مع الحليب غادي يتعازلوا بعضياتهم لان البيض هذاك لي بروتيين اللي غادي يشدوا لينا هذوك البروتين اللي غادي يشدوا لينا هذيك الكيش اللي غادي تكون عامره ما غاديش تكون غادي ما غاديش دونك خصها تطحن مزيان وعلاش زدت ليها انا الفرماج هنا علاش زدت ليها الفرماج لان الفرماج فيه واحد الدسم هنا كيعطينا جوج ديال الحوايج كيعطينا داك لوغو كيرفعنا من القيمه ديال اللوغو اللي كنقولوا حنا الفليفر الناس اللي كيتبعونا بالخارج لو تيست اولا المذاق واون ميم طون كيعطينا واحد الماده داديسيما اللي ملي تناكلوها تجينا رهيطه في الفم ديالو الشيشه دونك هادو تنزيد عليه الجبنه يعني الطريقه سهله وهادو كاين خمسه كما قلت لكم ديال لي سوكري اللي وريت لكم دابا وحاولوا اما يمكن حتى العجينه ملي ديروها حاولوا تعطوها وقتها وملي تفتلوها فتلوها بحال اللي تفتلوا الكسكسو وما تخافوش منها وديروها في الثلاجه واحد نص ساعه حتى تتوجد وفتحوها وكنديروها في ديمول بحال هذا الشكل هادو كما تتشوفوا هاد ديمول بحال هادو كتعطيهم لنا هائلين كيجيو هائلين دونك من كندير هنا بارفوا تنديروا لا بيشاميل لا بيشاميل باش كنطلعوا الكيش ديالنا لاباري ديالنا انا درت سهلتها عليكم ناخذوا الدقيق ديريكتومون يدخل مع الخليط لان درنا فيها البيض ودرنا فيها الحليب ودرنا فيها الفرماج الجبنه اللي غادي ترفع لنا هذيك لا كونسيستي وتجي لنا ثقيله شي شويه دونك عوض ما ندير البيشاميل نضيع وقتي تندوز ديريكتومون هنايا ابري تناخذ الزبده معلقه صغيره ديال الزبده والزبده هنايا تكون لا تومبيراتور ديال الدار قبل ما نديروها لان كاين عاوت واحد المشكل اخر اللي تنعيشوا ان بشحال من خطره مثلا الكيك ما كيصدق ليناش الكيك ما كيصدقوا ليناش علاش لان كاينه الزبده تنجبدوها من الفريجيدار ديريكت نحطوها في الفران خاصها تتاقلم مع الجو غير واحد الحاجه اللي تنديروا بها هذه خص تكون الزبده ديالها بارده مزيان واللي غادي نديروا هنا تكون دايره دونك غادي نخلطوا هذا واحد شويه دونك لاباري ديالنا وجدات اللي بغى يزيد الملحه عندكم الاختيار هنا اللي بغى يزيد الملحه يزيدها اللي ما بغاش يزيدها ما يزيدهاش لان علاش هذيك الجبنه ديجا فيها واحد شويه الملوحيه وسميتو لي كروفيت اللي غادي نديرو دونك غادي خصنا شويه ديال البصله والمقادير بطبيعه الحال غتلقاهم دائما على الشاشه تناخذوا شويه البصله تنقطعوها رقيقه جوج معلقات صغارين ديال البصله لان علاش انا تندير الشالوط الشالوط دائما تيصدق مع لي صوص ولذيذه ومن ثم تتميه ليناش المسائل بزاف دونك هنا هاد لي شالوط هذا شنو تنديرهم تنخلطهم مع لي كروفيت ديريكتومون تنخلطهم مع لي كروفيت ديريكتومون وابغي شنو تندير تنجمع هاد غتخلي ما تشحرهم ما والو ما نشحرهم لا والو لان لي كروفيت ديجا ملي كيطيبوا حتى يتصهدوا خص الفران يكون سخون ديجا باش كي لان يتصهدوا الا سهلتها علينا وحنا هذا هو الغرض ديالنا من هذا البرنامج الا وتنجيبوا افكار سهله وتنعطيكم لي سوكري لي تكنيك اللي يمكن لكم تخدموا بهم دونك كنهزوا هاد القمرون تنعمروا به هكذا ونحاولوا ما امكن نعمروا
50 غرام نقسموها على اربعه اولا على نديروا غير حبيبات ماشي نديروا حبه حبه كما تلقاو في الاسواق تيقول لك كيش بلي كوفيت وكتلقى حبه كنعيا كنقلب ما تلقاش دونك تنهز الخليط هكذا كما تشوفي جانس مزيان ها وجا خاطر وجا خاطر وكنحطوه هنا وهو نيت غادي يرجع لكم بحال سوفلي غادي يطلع عجيب هو ديجي هائل ومن بعد غادي ندخلهم للفران واحد الدرجه ديال 180 لو مامولي كيش كيطيبوا على 165 درجه 185 حنا غادي نجاوب بين وبين نديرو 170 واحد المده ديال 15 دقيقه ماكسيموم الوقت اللي يطلع فيه هذا يطلع هما كيطلعوا بحال لي سوفلي وحاولوا ما امكن كاين واحد الفكره هنايا حاولوا ماشي حتى يبانوا ليكم انهم تيتحمروا من الفوق راه ديجا طايبين نو هما غير تيتشدوا طفي الفران وخليهم يتجمعوا راسهم بحال اللي تنديروا ان كريم بغولا ولا تنديروا الكريم كراميل تندخلهم للفران وغادي نوريك الشكل النهائي ايه ماذا بينا الشكل النهائي وجدناه وتنزوقوه باش ما كاين اي حاجه عندنا الله يعطيك الصحه وتناخذوا مثلا اللي عنده البلزاميك تعجبو البلزاميك باش يبدل اللون ديال شي حاجه كما لاحظتي هنا ما خليتهمش انا يتحمروا كاملين وجهو زوينين زوينين تبارك الله يعطيك الصحه طريقه سهله جدا 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 وبلا شك غتكون لذيذه بزاف شكرا لك بزاف شيف هادي على الوصفه ديال اليوم شي واللحظه نكملوا حلقه اليوم صباحيه دوزا مع الفقره المواليه خليكم معنا اليقطين أو القرعة الحمراء شفنا يوم الثلاثاء بأنه تنفع بزاف للبشرة الجافة خصوصا على وجه الخصوص ووعدتنا غزة باش تعطينا نصائح أخرى فيما يخص الشعر الجاف كذلك الشعر الخاص عفوا السيدات بأن القرعة الحمراء عندها بزاف عديد من الفوائد لدرجة في أبحاث علمية دارت في أمريكا على فلانازا كاع على الناس اللي عندهم يعني جروح ولا دي بغولوغ لدرجات عالية نسبة عالية تيديروا لهم غير القرعه حمراء بوحدها هكذاك غابي كتجدد الخلايا ديال البشره بالنسبه للناس اللي عندهم حب الشباب في الوجه ديالهم حتى هي غتعاونهم يعني شو سبحان الله الا عرفنا الفوائد ديال الخضر والفواكه اللي هي الطبيعيه واللي مخلقها الله سبحانه يعني انسان غادي يبقى يتعجب و دونك اليوم سبحان الله دونك اليوم غنوريو السيدات وصفه طبيعيه سهله واقتصاديه كيف ما ولفناهم من القرعه الحمراء القرعه الحمراء كيف ما ذكرنا سميره ملي تتعجننا في الدار وقربات تلاحظت فيك معتقوها ويمكننا يعني في اخر الاسبوع بلاص ما نرميوها نديروها ماسك للشعر ديالنا اللي غادي تغديه شنو غيمكننا نديرو معاها لو ميور بونسمون لو ميور سيكاتريزون للشعر هو البيض والصفر ديال البيض ماشي البيض ناخذ جوج ديال الصفر ديال البيض من الاحسن يكون بلدي لو ميور سوبر سيكاتريزون اللي هو العسل الحر دونك ثلاثه ديال المكونات عجيبه شتي سباغادرا وخلاص الوغ سباغادرا للشعر لان بحال السيدات اللي بحالي اللي عندها الملامش ولا شعرهم مهلوك بزاف باش يعتقوه ويعاودوا يعطيوه واحد الحياه وحده اخرى من جديد لان تنعرفوا المواد الكيماويه اللي في الصباغه ولا في الملامش تهلكوا الشعر دونك جبت لهم ان هيبر سيكاتريزون بالنسبه للشعر ديالهم ومغذي لواحد الدرجه عجيبه دونك ناخذوا جوج ديال الصفار ديال البيض غادي نحكوا يعني قياس حسب الشعر ديالنا واش طويل واش قصير فوالا هنا واحد الزليفه اون بوانيي حفنه غتكفي لنا الشعر ديالنا وغادي ناخذ هنا كاينين جوج معالق كبار ديال العسل الحر وهذا هو الماسك ديال اخر الاسبوع اليوم الخميس نتمنوا غدا الجمعه ان شاء الله هي واش تريب القرعه نشات لكم ما ترميوش يوم الاحد ولا السبت العشيه خليوه نهار الحب بالحمام شوف سميره شنو الفرق دابا بهذا الماسك اللي هو طبيعي من الماسكات اللي كنشريو بالتالي دابا هذا نديرو قبل الحمام الوغ هذا عندنا جوج اختيارات يقدر يكون حتى الشامبوان خاصك تعرفي سميره بان بعض المرات السيدات اللي وحلو ما عندهمش الشامبوان في الدار غير الصفر ديال البيض راه بوحدو شامبوان ما كتشوف شلي بالخل ولا بشويه ديال الخزامه مغليه ولا زعتر والله العظيم ما كتبقى لا ريحه لا والو زمان الا زعقل كيتنضف ساعه الشامبوان الا درتيه في شعرك ودرتيه مع الماء راه كيرغوي سبحان الله شوف ملي تنصايبوا تنحضروا في ايام ديال رمضان الشباكيه الا شفتي ملي كنقليوها كدير ديك الرغوه هذيك الرغوه راه سي البيض سي داك لي في سابونيفيون هو كيتحضر غير من البيض دونك هذا السيدات عندهم اختيار اما يديروه قلت لك يلا صابغينو دايرين لا ماشي شي حاجه بحال هكا غديرو قبل من الشامبون تخليه لمده ديال ساعه وتغسل ما نخافوش البيض ما غيلصقش لينا على جلد الشعر ولا العسل ما غيلصقش على جلد الشعر لان هنا كاينه القرعه ماويه غدير واحد ديال التوازن غيستافدوا المنافع ديال العسل اللي هو ضد تساقط ديال الشعر غادي يقوي لهم الشعر ديالهم فيه الحديد اللي هو غيعاودي يخلي الشعر بصيلات الشعر تعاود تفيق وتنتج الكيراتين ديالها الطبيعيه ما غنحتاجوش كيراتينات من اخرين والمنافع والفيتامينات والزنك كنعرفوا السيدات ملي تتكون يلاه ولدت يعطيها الطبيب الزنك تاكلو علاش باش الشعر ديالها والاظافر ديالها يكونوا في صحه جيده
القرعه الحمراء فيها نسبه كبيره من الزنك، دونك غير الا شدينا هذاك لو فخوي ولا لو ليغوم وحللناه وشفنا الفيتامينات اللي فيه راه غادي نتحكموا. هادشي بلا الزريعه هاد القرعه الله يخليك. الزريعه عندها منافع كبيره. غير زعما كوارتز نشكرك. دونك شوف غير اللون ديالو لا تكستور الريحه ديالو والرائحه جميله، دونك اللي عندنا زيوت اساس وطبيعي 100% وما غادي الا ما نفعش لنا الشعر ما غاديش يضرو. شكرا لك غيزان مكور. نمشيو للحظه كيف ما وعدناكم معنا فنان عزيز بزاف وشقنا ليه في الشاشه، شقنا ليه كحضور معنا في يعني الحلقات ديال البرامج التلفزيونيه. معنا السير كاكنا الفنان ديالنا، نستضفوه اللحظه مع ليلى شوي فقره نجوم ونجوم. مشتاقين ليه، مشتاقين الاعمال ديالو، مشتاقين الجديد ديالو، الكل غادي نتعرفوا عليه في حصه نجوم ونجوم معك ليلى شوي. اكيد سميره، وغادي نتعرفوا حتى المواعيد ديال الجوله اللي غادي يقوم بها ان شاء الله قريبا، وغادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا المسرحيه الجديده قريبا ان شاء الله في 2016. اذا من مدينه الرباط اليوم حاضر معنا الفنان العظيم عبد الكبير الركاكنا، ممثل ومخرج ومنتج كيف ما قلت لكم في البدايه. اذا شاركتي في مجموعه من الاعمال المسرحيه والسينمائيه ايضا، وتوجتي في مسارك الفني بمجموعه من الجوائز. انت رئيس فرقه مسرح الحال وعضو المكتب المسير للتعاضديه الوطنيه للنقابين، فمرحبا بك معنا مره اخرى سي عبد الكبير الركاكنا. نهار كبير هذا. وانا سعيد باللقاء معكم، وسعيد باللقاء مع لالا سميره ولالا ليلى والسي نبيل ولالا. انا بعدا فرحانه بزاف والله. نفسيه العزيزه ربي يخليه لك، ربي يخليه لك. والله انا سعيد، ودائما مره تندير عليكم شي اطلاله خفيفه من الشاشه. مرحبا ودائما متالقه. تبارك الله عليكم. اذا بلا ما نقول بانك تبارك الله مسار حافل بمجموعه من الاعمال اللي يعني برزات في الساحه الفنيه المغربيه واللي بصمات الساحه الفنيه المغربيه. اليوم غادي نتكلموا على القديم والجديد، غنتكلموا على مؤخرا يعني ماشي بزاف، هذه في تقريبا في 2016 في 2015 كانت جوله فنيه اللي قمتوا بها بخارج المغرب بمسرحيه الجذبه، واللي لقات واحد النجاح كبير واللي تكلمت عليها مجموعه ديال الصحف المغربيه والدوليه ايضا. فبغينا نعرفوا شنو هذا الاقبال على على الجذبه، شنو هي المسرحيه ديال الجذبه. هو كان ارتعت مؤسسه ديال فرقه مسرح الحال انها تنفتح على الجمهور العريض، فعملنا واحد مجموعه من الاعمال المسرحيه في الريبيرتوار ديال مسرح الحال اللي كانت اعمال تجريبيه، ولكن قلنا ان الجمهور ما بقاش تيرتد للقاعات ديال المسرح، فقلنا اننا خصنا نفتحوا على الجمهور ونرجعوه للقاعات ديال المسرح ونتصالحوا معاه، لان خاص المسرح يتصالح مع الجمهور ديالو، لان العمليه المسرحيه او العمليه الابداعيه المسرحيه لا تكتمل بدون جمهور. أكيد. فالجمهور هو وتفاعل فوالا، الجمهور هو النقطه الاساسيه في العمليه الابداعيه وخاصه المسرحيه، لان علاش؟ لان المسرح فن حي ومباشر، دونك ما يمكنش تكون تتلعب مسرحيه بدون جمهور، ما يمكنش. فحاولنا ان من خلال هذا العمل الجديد اللي هو انتاج ديال 2014 2013، حاولنا اننا نتصالحوا مع الجمهور ونرجعوا للقاعات، وفعلا خدينا رهان بالجذبه. علاش الجذبه؟ وفعلا ماشي مسرحيه اخرى، علاش الجذبه؟ شنو السر؟ واش القوه في الموضوع؟ لا، هو الفكره كانت ديالي وحاولت انني نكتبها مع الكاتب السي عبد الاله بن الدار، لان شويه عذبته، ولكن حاولت، لان بغيت نوصل شي حاجه للجمهور، ولكن باش نجيبه ملي نخرجوا مع العائله ديالو يتمتع، وهذا هو اهم شيء. قلت لما غندير مسرحيه وما يجيش الجمهور يتمتع بها ما عندي علاش نديرها، وفعلا كان الرهان وكسبنا هذا الرهان، ان الجمهور كانت القاعه ديال المسرح محمد الخامس تتكون مملوءه عن اخرها حتى للفوق وفي الشتاء. فهذا شيء ماشي غير في المسرح، في جميع العروض اللي في جميع انحاء المملكه. اللي جا تيشوف المسرحيه تيقول لك الحمد لله اننا شوقتنا اننا نعاودوها، وكاين الناس اللي عاودوها تقريبا اربعة المرات خمسة المرات. أكيد. فهذا اللي بغيت نحكي لك، على اساس ان هذا الرهان كسبناه. دابا عندنا واحد الرهان اللي هو اللي غادي يكون في واحد الجوله
في الدوليه اللي غادا تكون في ابريل وماي، غتكون عندنا في ايطاليا وفرنسا والمانيا. هذا هو اللي عملتوا به عقد مع يعني عقد شراكه ما بينكم وما بين الوزاره المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارجيه، هي اللي دعمت هذه التجربه. الناس الجاليه المغربيه مساكنه مشاقين اكيد المغاربه العالم محتاجين لنا ومحتاجين للفنانين ديالهم باش يمشيو يزوروهم ويمتعوهم. هذا بحال حنا باش نمشيو عندهم مساكن غير تيشموا فينا ريحه البلاد تيبغى زعما الوزاره دارت واحد الجهد كبير، وهذا فعل نبيل من الوزاره. اذا ذكرنا غير فوقاش غتكون قلتي ان شاء الله غتكون في شهر ابريل وماي غتكون غتبدا من ايطاليا. ايطاليا فيها تقريبا شي ثلاثه المدن، في فيرونا غادي تكون في بولونيا وفيرونا وفينيزيا، وغادي تكون عاوتاني في المانيا فرانكفورت ودوزلدورف وكولون، وفي فرنسا غتكون في مونت لا جولي باري باري اورليون وفيرموبي ان شاء الله بالتوفيق. سيدنا بصحتكم اللي كيشاهدونا المغاربه العالم، انهم هذه دعوه للمغاربه العالم باش يجيو يشاهدوا المسرحيه. وعاودي على المسرحيه جوستما شوقكم على المسرحيه. الموضوع ديالها الموضوع اللي جيتي تشوف هو موضوع شويه بسيط ولكن عميق في نفس الوقت. هذه واحد السيده شويه متسلطه، وانها كانت من وسط سميتها زهيرو ومن وسط فقير، ولكن انها بغات تكبر وكبرات فعلا وكبرات راجلها اللي ردته سياسي وردته برلماني، وهو لا يفقه في السياسه ولا برلماني وهذاك الشيء. فهي دائما بقى عندها هذاك الحب ديال العجرفه وديال انها لانها كانت وصوليه متسلطه. فمن خلال هذا الموضوع هذا حاولنا اننا ندخلوا مجموعه من القضايا، ومن ضمن هذه القضايا قضايا كانت القضايا ديال التعليم، قضايا الخادمات، قضايا ديال صراع الاجيال، قضايا ديال الصراع الطبقي. شكون اللي قام بهذا الدور هذا؟ هنا هو ديال المعلم. انا درت الدور ديال المعلم، ولكن درت ديال الاستاذ، ولكن من بعد عاوتاني تنديكيزا في خباركم راه تنولي مراه. وعلى هذه حنا نمشيو وهذا في المقلب اللي تيعجب الناس. فانا لان علاش؟ لان هذاك الاستاذ تيجي على اساس باش يقري بنت هذاك البرلماني، لان هذيك البنت ما بغات تقرا ما والو، تيجي تيدير لها دروس باش يقريها في البيت. ولكن من بعد تتكون واحد العلاقه، هذيك العلاقه ملي شافتها زهيرو ما عجباتش بنتها انها تزوج. زهيرو هي المراه المتسلطه. شكون هي في الحقيقه؟ هي لالا كنزفريدو. هي لالا كنزفريدو. فملي تتشوفها تتشوف هذه العلاقه تتبغي تفرقهم. هي تتكون دايره على اساس هنا فين كاين الزواج المصلحه، تتكون دايره مع واحد السيف فوالا مع واحد السيده راقيه وولدها راه في ايطاليا. إيميغري. انا غادي نحكيكم لان مشينا مشينا القصه زوينه. غادي نشوفوها اليوم لان كاين لو شوا، كاين لان سي عبد الكبير كاكنا جايين ماشي بمسرحيه وحده، ثلاثه المسرحيات. كاين البابا وان وكاينه كذلك هياتا اللي غادي يكون الاختيار، يكون عندنا لو شوا فين غنمشيو. هياتا اللي دابا حاليا هياتا تتهضر على الاطفال المتخلى عنهم اللي تيكونوا خارج مؤسسات الزواج، وكاين حتى الاطفال اللي تيكونوا داخل مؤسسات الزواج فوالا، اما تيتخلاو عليهم اما تيديهم للخيريات اما هذه. وكذلك كاين الاطفال المتخلى عنهم اللي تيكونوا في الازواج في وضعيه الطلاق. فهنا تتكون واحد القصه جميله جدا ديال واحد السيده تتبنى واحد الشاب، وهذاك الشاب تيولي فنان رسام تتكفل به وهي من طبقه برجوازيه، ولكن كاينه عندها واحد الخادم واحد الخادمه. هذيك الخادمه حتى هي عندها بنت متخلى عنها وحطها في الخيريه وتتولي فرمليه. فواحد النهار تضطر انها باش تجيبها لهذيك البيت، تتقول لها ما كرهتش ان تجيب بنتي لعندك هنا تخدمك وهذاك الشيء. قالت لها شدي، تتقول لها راه فرمليه، تتقول لها واش بالي نزوجها بهذا خينا اللي ما باغي يدير الفن وما طالع عليه حتى شي حاجه من هذا الفن. فتتجيبه تتجيب البنت، ملي تتجيب هذيك البنت انها تدخل في علاقه حميميه مع هذاك الشاب. فمن بعد
تيتزوجوا وتيدير شي معريض وتيولي اختو تدير ليه معريض وهذاك الشيء وتيولي لاباس عليه وهذيك ملي تيتغير ديال الاشو ديال تتغير تتغير الملامح ديالو انه تيولي بورز تيتغير ومن بعد تيطلقها لانه تيقول لها انت يا مولاي يتبع يتبع هذه المسرحيه هذه غادي تعرض يوم 29 يوم الاثنين 29 فبراير على الساعة 8 ليلا بالمسرح الوطني محمد الخامس فالدعوة عامة لا 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 بالعكس تنعرض في الدار البيضاء للسميرة بالعكس عرضت مجموعة عرضت الجدبة هنايا مرارا وهذاك الشيء راه شفتها ليلى وهذاك الشيء ولكن مازال غنجيبوها لك مازال مازال نجيبوها لك فتنتمنوا انكم تجيو الدعوة عامة نسينا بنت هو ونتمنى انكم انتم تشرفونا انا دائما ما نكذبش عليكم عندي واحد الحب للاطفال فلان كان ولدي واحد الوقيته ادم انه تيقول لي بابا ما كاينش اعمال الاطفال فخلاني فما نكذبش عليك فخلاني انني اتجه لان كنا تمشيو للاعمال وتلقاو اعمال ديال الانيماسيون فقال لي علاش ما كاينش مسرحيات ديال الاطفال ما كاينش افلام ديال الاطفال هو بالصغر ديالو نبهني فانا كنت ندير مسرح كبار درت مسرحية وهذه المسرحية راه مصورة ومسجلة هنايا في القناة الثانية تحت عنوان محكمة الحيوانات ومجموعة من الناس اللي عجبتهم وخذت مجموعة من الجوائز وأنها باللغة العربية الفصحى وعجبت الناس فوالا ودابا هذه المسرحية الثالثة من بعد الأميرة والوحش دابا كاينة مسرحية البابا وان هذه مسرحية البابا وان عندها موضوع اللي تتعالجوا اللي بغينا نوصلوا لوليداتنا هو أن جوج ثقافات وجوج ديانات مختلفين ولكن الهدف ديالهم واحد هو التعايش والتسامح فهذا هو الهدف فوالا هي القيام بهذا العمل هذه الرسائل اخر سؤال شنو الرهان ديال فرقه مسرح الحال وهو الرهان ديالنا دائما اننا نكونوا عند حسن ظن الجمهور بنا وحسن ظن اننا نكونوا دائما تنطرحوا القضايا الراهنه فهاد المسرح فوالا محاوله المعالجه صعيب ولكن حنا تنطرحوا القضايا وتنوضعوها تحت المجهر باش ان الناس الجمهور والمسؤولين باش الجمهور والمسؤولين يجيو يشوفوها وينتبهوا لها وهما يلقاو لها حلول فهذا هو الرهان ديال المسرح هو طرح القضايا كنشكرك تحت المجهر كبير كنا على الحضور ديالك حنا ما قدرناش نتكلموا على اكيد ممتع وشيق بزاف ما قدرناش نتكلموا على الافلام القصيره اللي صورتي ولكن غادي نخصوا لها وقت اخر ان شاء الله ونشوفوا هذه المقتطفات اللي ديال من هذه الافلام القصيره قريبا ان شاء الله شكرا على الحضور ديالك وبالكلام معك سير كاكنا شرفتينا وانا اللي تشكركم على الدعوه الكريمه العفو العفو شكرا لك باش تعجبينا ليلى من كل فن طار مره المسرح مره لا بانتير مره الغناء مره السحر ما شاء الله عليك فقره غنيه جدا وتسبعت لنا الامل في المجتمع المغربي وبها تنختموا بالمسك صباحيه دزام كل يوم مع الاوفياء ديالنا مشاهدينا على صباحيه دزام شكرا لكم على حسن التتبع والوفاء ديالكم نتلاقاو بكم غدا مع لو بيست اوف صباحيه دزام يوم الاثنين مع اسبوع جديد ان شاء الله من المواضيع اللي قريبه منكم بزاف بزاف حنا معاكم في البيت ديالكم تنسمعوا لكم تنشوفوكم تنحاولوا نردوا على الاسئله والتساؤلات ديالكم وحتى الانتقادات ديالكم اللي مالا مرحبا بكم في اي وقت الى اللقاء